مناسبة الدخول المدرسي جبنا لكم طابلة جديدة من بلاك فيو بسعر رخيص لا يتجاوز 3 ملايين ومواصفات ممتازة تناسب جميع الطلبة والأساتذة. اسم الطابلة هو أوسكال باد 15. موعد إطلاقها سيكون ما بين 18 و 26 سبتمبر بتخفيض خرافي. وأول 200 مشتري للطابلات سيحصل على كيبورد بلوتوث مجانية. لهذا أنصحكم بأن لا تفوتوا هذه الفرصة السحرية. رابط الشراء غادي يخلي لكم أسفل هذا الفيديو. وفي هذا المقطع سنتعرف على السعر والمواصفات التي جاءت بها هذه الطابلات. فابقوا معنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو لدعمنا. السلام عليكم أخوتي ومرحبا بكم في قناتكم جي بي آي توك في فيديو جديد. أتمنى تكونوا قاع بخير. جاءت الطابلات بتصميم أنيق وخفيف حيث جاءت بسمك ناحف 7.6 ملم وطول 24.6 سنتيمتر و 15.6 سنتيم في العرض وبوزن 449 غرام. تعتبر أنحف طابلات بحواف مسطحة وزوايا منحنية. تصميمها هذا يسهل عليك استخدامها وتحميل شعار أوسكال على الواجهة الخلفية لها. وجد الطابلة بلونين الرمادي والأخضر. جاءت طابلة أوسكال باد 15 بشاشة قياس 10.36 إنش بدقة عرض للشاشة 2000x1200 من نوع IPS LCD Full HD Plus. تدعم معدل تحديث 60 هرتز وتغطي مساحة 82% من واجهة الجهاز الأمامية بصوت 350 نت. توفر تجربة مشاهدة رائعة للأفلام وفي اللعب وتصفح التطبيقات والمستندات. كما تحتوي الشاشة على 3 أوضاع لحماية العين، وضع القراءة ووضع التصفية الزرقاء ووضع الرؤية الليلية. هذه الأوضاع تساعد على تقليل إجهاد العين وتحسين الراحة في مختلف الظروف، تلبي احتياجات كبار السن والطلبة والأساتذة. كما زودت الطابلات بمعالج 80 نواة من نوع يونيسوكتي 606 حيث تصل سرعة كل نواة إلى 1.6 جيجا هرتز. المعالج يعتبر اقتصادي ممتاز وعند فحصه على منصة أنتوتو قدم رقم ممتاز بلغ رصيده بعد الفحص أكثر من 276 ألف نقطة. وبهذه النتيجة يوفر أداء مستقر عند الاستخدام اليومي وأداء سلس في التطبيقات والألعاب. كما جاء بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة دوك OSP 3.0 التي توفر تجربة مستخدم سهلة وبسيطة. جاءت الطابلات بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت قابلة للتوسيع حتى 16 جيجا بايت عن طريق خاصية الإكسبانشن، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجا بايت وهي أيضا قابلة للتوسيع حتى 512 جيجا بايت. ولك أن تتخيل حجم التخزين في هذه الطابلات بالإضافة إلى زيادة ذاكرة خارجية. الكاميرا الخلفية جاءت بدقة 13 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية دقتها 16 ميجا بيكسل. توفر جودة عالية في التصوير ومكالمات الفيديو. كما يدعم الجهاز تصوير فيديو بدقة 1080 ميجا بيكسل بسرعة 30 إطار في الثانية. زودت الطابلات ببطارية ضخمة سعتها 8280 ملي أمبير في الساعة، والمميز أنها جاءت داعمة للشحن السريع بقوة 33 واط، وهذه نقطة تحتسب للشركة. البطارية تدوم معك ليوم كامل من الاستخدام المكثف بأريحية. كما جاءت بمكبر صوت ثنائي من الأعلى والأسفل يوفران صوت سينمائي نقي وعالي الجودة. تدعم الطابلات مستشعر فيس أنلوك لفتح الجهاز بسرعة وأمان. كما يحتوي الجهاز على مستشعرات أخرى مثل التسارع والدوران، وتدعم شبكة الجيل الرابع 4G، ويدعم تركيب شريحتي اتصال سيم أو شريحة اتصال مع بطاقة ذاكرة خارجية. وللعلم الطابلة لا تدعم الاتصال بالواي فاي. تدعم توصيل ملحقاتها مثل الفأرة ولوحة المفاتيح عن طريق البلوتوث. كما تدعم ميزة البي سي مود التي تساعد الطلبة والأساتذة في استخدامها وتحويل واجهتها إلى شكل سطح مكتب لتسهيل عليهم إنجاز المهام المكتبية والدراسية. فطابلة أوسكال بي 15 ستغنيك عن حمل حاسوبك الخاص. كما يدعم هذا الوضع استخدام لوحة مفاتيح خارجية والفأرة وقلم ضوئي ستايلس بان للتدوين والرسم، وتدعم الوايند فاين L1 وميزة تقسيم الشاشة سبليت فانكشنز، أي يمكنك فتح تطبيقين مختلفين في شاشة واحدة جنبا إلى جنب، وهذه ميزة رائعة جدا. بالإضافة إلى دعمها نظام لينكس الآمن للحماية من الاختراقات والعديد من الميزات في هذا النظام المعزز بالأمان. كخلاصة تعد طابلة أوسكال باد 15 خيار جيد للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على جهاز لوحي بأداء جيد وبسعر معقول كالطلبة والمدرسين بشكل عام، ومناسبة في الدراسة والتدريس. كما يمكن استخدامها في بعض الأعمال أحيانا على عكس هواتفنا المحمولة التي يعد استخدامها مقيد ومحدود نوعا ما. فإذا كنت صديقي تبحث عن جهاز مميز وبسعر جيد، فإن أوسكال باد 15 من بلاك فيو قد تكون الخيار الأفضل والأمثل لك. بالنسبة لسعرها على موقع الإكسبرس هو 140 دولار أمريكي، ما يعادل بالدينار الجزائري حوالي 31000 دينار جزائري فقط. وهذا ابتداء من يوم 18 إلى 26 سبتمبر سيكون عليها تخفيض
تخفيض ممتاز، أنصحكم بعدم تفويت هذه الفرصة للشراء، فالسعر يعتبر ممتاز مقارنة بالمواصفات والمميزات التي تقدمها هذه الطابلات، بالإضافة إلى أن الشركة ستقدم كيبورد بلوتوث لأول 200 شخص اشترى الطابلات. ولمن هم مهتمون للحصول على هذه الطابلات أكثر من رائعة، غادي نخلي لكم رابط الشراء أسفل هذا الفيديو. وفي الآخر خوتي، ما رأيكم في الطابلات الجديدة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وأي ميزة أعجبتكم فيها فآراءكم تهمنا. ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا معلومة واب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة، ولايك للفيديو لدعمنا، وشكرا لكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.